بملامح أنثوية شابة وبثروة طائلة جاءت رئيسة الوزراء الجديدة في تايلاند. إنها باي تونغ تارن شيناواترا المعروفة بآنغ إنغ صاحبة 37 عاماً، ابنة الملياردير التايلاندي تاكسين شيناواترا التي انتخبها المشرعون لتصبح الثالثة في عائلتها بعد والدها وعمتها لتتولى هذا المنصب الرفيع، كما أصبحت أصغر رئيسة وزراء في تاريخ البلاد وثاني سيدة تتولى رئاسة الحكومة. نشأت باي تونغ تارن في بانكوك ودرست إدارة الفنادق في بريطانيا قبل أن تعمل في إدارة سلسلة فنادق تابعة لعائلتها قبل دخول معترك السياسة أواخر 2022، حيث كان لها حضور شبه متواصل في حملة الانتخابات العامة. ترك والدها بصمة وتأثيرا كبيرين عليها، خاصة أنه أعاد رسم السياسة التايلاندية في مطلع الألفية الثانية من خلال سياسات شعبوية أكسبته وحزبه ولاء دائما من الجماهير الريفية، وحققت له الفوز في الانتخابات مرتين.